المسيرة في 15 من فبراير لهذا العام كانت حجة قطعت بحجمها الهائل المتميز وتنوع الشرائح والفئات والمستويات المشاركة فيها من رجال ونساء، وبوضوح مطلبها الإصلاحي وانضباطها وسلميتها العذرة لكل شاك أو لكل شك يمكن أن يراود أحدا في التمثيل الشعبي مما هو فوق الكفاية، والذي يقف وراء الحراك الإصلاحي السياسي القائم ومنذ 3 سنوات وحتى الآن، وأنه ليس حراك فئة خاصة من فئات المجتمع، وفي كون مطالبه إصلاحية وبالمقدار الجدي القادر على إنقاذ الوطن من مستنقع الأزمات المتتالية من غير غموض، وأنه بعيد كل البعد عن التخريب والإفساد وقسمة المجتمع، سواء على مستوى أهدافه وأساليبه، وكونه قادراً على ضرب أروع مثل في التزام السلمية، وأنه لا تراجع له ولا عن سلميته، وأن شدة المعاناة وطول المدة لم يفل ولن يفل من عزمه، وليس فيه استعداد لأن يتخلى عن مطالبه. تمت الحجة وتكررت كثيراً وتتكرر كل يوم في هذا التواصل الجاد من الحراك الذي طال من غير تخلل لفتور أو انقطاع. فإذا كان في الأرض من بين دولها وهيئاتها السياسية والإنسانية ومنظماتها الحقوقية والشخصيات المؤثرة من له حس ديني كريم أو شعور إنساني نبيل أو ضمير حي بالحياة يجعله يسمع صوت الشعوب المظلومة المقهورة ويتأثر لها ويحركه لأن يقول كلمة أو يقف موقفاً ويتخذ خطوة مقدورة له في وجه الظلم والقهر والاستعباد والغطرسة المستعلية انتصاراً للعدل والاعتدال والحرية واحترام الإنسان لأخيه الإنسان، فعليه أن يحكم على الحراك السياسي الإصلاحي في البحرين أو له ليقف ضده أو معه، ويطالب الطرف المخطئ بتصحيح موقفه والرجوع إلى الحق، ولتكن كلمته وموقفه منطلقهما هو عقله، دينه، حسه الإنساني، ضميره الذي يغنى بشيء من الحياة. ثم أمن بعد هذه المسيرة وكل ما سبق للحراك من صدق وفاعلية وسعة وانتشار وسلمية وانضباط وطول نفس وصبر وصمود، تبقى السلطة في موقع الامتناع أو التردد أو الانتظار بقضية الإصلاح والإهمال لمطالب الشعب أو محاولة الإقناع بالحلول السقيمة، وتبقى مع ممارسة الأسلوب الأمني المتشدد والذي يزيد شدة على الأيام ولا يريد التراجع. ذاك ما تراه، ولكن بئس ما تراه في هذا الأمر وما أضره بها وبالشعب وكل الوطن. هذا هو الإصلاح، وهو أن تستمر كل المظالم والمفاسد على يد السلطة فاسكتوا. هذه ديمقراطية، بأن تكمم الأفواه وتخرس الألسن وتكون الحكومة المنتخبة منكرة، ومساواة صوت المواطن صوت أخيه المواطن ضربة من الجنون،
وأن يحكم الوضع كله دستور لم يؤخذ فيه رأي الشعب فاسكتوا. هذا هو العدل، بأن تستمر وتتزايد أحكام الحبس المؤبد والحكم بالإعدام لأفراد الشعب بحجة الاعتراف بالجريمة تحت بالجريمة الموجبة تحت الإكراه ووطأة العذاب، وأن يحكم القاتل عمدا من رجال السلطة بأشهر من السجن أو يبرأ، وألا تتوقف المحاكمات للمطالبين بالحقوق طول سنوات فاسكتوا. ولا يكفي السكوت، بل لا بد لكم من الجهر بأننا بخير، وأن الإصلاح عندنا لا ينقصه شيء ولا يحتاج إلى زيادة. والديمقراطية من أكمل الديمقراطيات في العالم، والعدل ليس فوقه عدل، والعدل هنا ليس فوقه عدل. وإلا فأنتم لا وطنية عندكم، ولا تستحقون شرف الانتماء إلى هذا الوطن. يا غرباء أصلا جمعكم سوء حظ البحرين من مختلف الآفاق. هذه هي اللغة، هذا هو الواقع المفروض على المواطنين، هذه هي القصة، هذه هي المأساة.